الحياة قانون ومهارة. بهذا العنوان افتتحت وزارة التربية قسم المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ورشات عمل تدريبية لتطوير المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون وفق 54 بندا قانونيا. تأتي هذه الورشة للانطلاق بالتدريب على ثقافة القانون في المناهج التربوية. دليلي التربية على القانون، التربية على ثقافة القانون، الدليل الأول من الصف الأول وحتى السادس، والدليل الثاني من الصف السابع وحتى الثالث الثانوي، دورة تدريبية لعرض وشرح والتدريب على إدخال 45 مبدأ قانونيا تحمي وتقي الجيل، جيل المستقبل، أبنائنا التلاميذ والطلاب وحتى المجتمع. إن قرأ الأدلة وتدرب عليها ستجنب المجتمع الكثير من المشكلات التي لا سمح الله قد تؤدي بأي شخص إلى العقوبة. طبعا هي ما يميز هذه الأدلة للتربية على الثقافة القانونية أنها تنتهج منهج المهارات والأنشطة العملية والتدريب، يعني محببة إلى التلميذ، محببة إلى المعلم. المشاركون في هذه الورش التدريبية هم من المحافظات، مديريات التربية في جميع المحافظات السورية. هي مشروع وطني بامتياز، تؤدي بنا إلى بر الأمان في سلوكياتنا في المجتمع. أهمية هذه الورشات هي تعريف الطلاب بثقافة القانون والبعض البنود اللي بتهمهم خلال حياتهم. نحن بنعرف إنه قديش مهم إنه طلابنا يمتلكوا هاي الثقافات وهي هذا هاي المهارات بحياتهم. تم بناء هاي الأنشطة وفق 45 بند قانوني بتضم أهم القوانين اللي لازم يتعرف عليها الطالب من وقت ما بيكون بالمدرسة لحتى يخلص مدرسة، يلي بتفيده بحياته المستقبلية، يلي بتخليه يعرف أكثر كيف وين الغلط وين الصح، كيف ممكن يلجأ للقانون وقت حدا ممكن يعتدي عليه، أو كيف ممكن هو يحمي حاله ويتبع هدول التفاصيل لحتى تكون حياته أفضل. أطلقت هذه الورشة لتعريف الطلبة في المدارس على ثقافة القانون التي تسعى للنهوض بالأجيال نحو مجتمع أكثر حضارة وثقافة.